صلاة المنفرد خلف الصف، يعني ما لا ديسي ولا دي في صلاة الجماعة أبري يسدي وحدس أمشي راه يخدم ما يفاد أمكان قيس داريك الشب أن داريك الشب هذيك الشب أون برانسيب، يعني ماذا بك دائما أنا عمر الصفا مزوالو ثم الذي يليه ماشي الصفا مزوالو مازال يتشور نكون نرنو السين والثلاثة إلاق ألما يتشور الصفا مزوالو كومبلي أنا وضع الصف الثاني وهكذا كل صف ثم الذي يليه ألما الأخير إما يسديون يشمد الجماعة يفاد صلاة الجماعة وإذا قرتي فغلي عقل كان يروح هذه خمس صف وحدس هذه هو الصفان قالوا ما إلا أمكان ما إلا أمكان هذه الشمدكس أمكان ما إلا أولاش أديش فذيون من غلب على ظنه الفقه مفهوم ستادير ما إلا ذي البالك بلي الفلاني لو كان يتجف دغي غوا لدي وغال شوية مار شارع إما ثرداك ذيون أحضر لا غال سيمي تشبضض سيمي ولا ما غلطتش شويه تجبض شويه على الفير سيمي السرح كان هكا اه السرح كان افيون خاطر انت مسالك شو تسينا راه يقول باسيلك كازاصات الجامع الى يخدم هكا تزلى يولي زميد هذا تزليت الى يخدم هكا شما ويتزمى تزليت الى يشوف كذا في السيس اذا ناد صلاة المنفرد خلف الصف هناك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المنفرد خلف الصف يتظل راه واحد خلف الصف ولكن لون يوث الواقعات ظرا ذي الوقت في صلى الله عليه وسلم كذب بكر الصديق الحديث هذه الصحة يرويه الإمام البخاري أبو بكر الصديق يساد أوروتار للجامع النبي صلى الله عليه وسلم يفتح تظليف جاء متأخرا جاء متأخرا من بعد النبي عليه الصلاة والسلام يركع نتركع قبل أن يصل الصف يعني الصفوف ذاكين تذيهن كان باش خطر من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة يعني أما ذا بك أما كنت نشرح الدرس ني عدان أما ذا بك فنادم أذي حضر سورة الفاتحة مع الإمام يعني أتفضو التزري تأكل الإمام أكا إي خير أفضل ولكن ما تبسط دورة الله غالب مثل حقظ ركعة ركعة واحدة ركوع عفوا ركوع يعني تفرض الشيخ هكذا يناد الله أكبر وقض الركوع شيني أركع أركع يذس مثل ركع ضيذس الركعة أني حسفيت هذا هضر في الاسم بعد صلاة المسبوق ما يكفي الوقت ما مولاش الدرس واير المسبوق وين كني يعني ديوسانو روتار زواري صلاة الجماعة لقد في تفاصيل دقيقة خطر مثل المغرب مثل العصر مثل رباعية ثلاثية ثنائية أم ميم صلاة الجمعة أتفضيون يسال صلاة الجمعة إلى حق يثنى ركعة فقط أها الطارة غير يثنى ركعة أتسوى حسب الجمعة النغ أتكشم ذي الطهور أتغار الطهور أدي رقعة ثلاثة أمشي لا يخدم ذا كذلك صلاة العصر مثلا إلى حقد سنث ركعات أمشي أدي ركعة تظلي فيس أمشي أدي رقع ما إلا إلى حقد يثنى الركعة ثلاثة نسي روحا نسي فاثا أمشي أدي رقع ثلاثة يجي هل طار ذكر كدي الله أكبر من بعد أنت ديوي ثلاثة أتصن تفاصيل أنت دنفك بايك تبار ربي الساقين غير الدرس وايد ثورة الساقين شو حواجة أدينيغ فين ضرني أبو بكر الصديق أخذروا ياك أدخ الشمض أدخ الشيخ يفذا تظليت يركع ناك أركع يذس الركوع نحس فيث ما كم السجود ما توفيت ذي السجود خاطي وتحت فالة فينا اكشم ذا وتراجو يلا ذا لنك الغشي ذي رجو هذه قيمة تراجو أم كثروا خاكا تجيكو ضرورة الجوامع عندنا أكيد نزوال زرار الفيزير بس يوني راسي ورث الشمضة نيشو سنة ضرقعة تيفو ثينو سنة راسي مدوثة أردفير نيني صافيك شمار دي المشاكل أور إنك ملا هذا رجوع أديفان مثلا صلاة العشاء إنك ما يكر سلجهر
صافي فهمها يوثي روحا سي فاسيل راه ترابينا إنيش ولكن ما إلنا ثلاثة أربعة إنيش ثنا عرق أنت مش هسرقها خاطي إخشم بائسين بعد إخشم بات بروبلا صافي في غادي نغ ما إلا ذي السجود إخشم ميم ذي السجود إخشم ولكن سيظل الأجر ولكن ماشي أجر الجامعة أجر نية الالتحاق بالجامعة ثنوير إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اجتهد ذاين وتلحق ضرع الله غالب فاتك الظليث الجامعة النبي صلى الله عليه وسلم أشو السيناء بكر صديق أطرب بكر صديق ركع كان فيني قيم فين يظل وحدس يظل وحدس ذا شو السيناء أسمي بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة مالقري الظل وحدس الصف وحدس أشو السيناء إن زادك الله حرصا ولا تعد الحديث في الصحة يصوضه الإمام البخاري زادك الله حرصا في كاس دعوة الخير خطر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم باللي أبو بكر صديق يعني يحرص باش هذه الظل صلاة الجامعة باش يلحق باش هذه السور صلاة الجامعة ذي الحرص تسمين النينغ ذي النية نكسعة ذي الإيمان في الصوضا باش ذركع كان ذين باش يتفثر تفثر صلاة الجماعة ولكن يسوى لا تعيد يعني سيادة الساون وتزلر وحدك إلى قد الشمض مع الجماعة يعني أما كي كنت دني غتروح ضد فضك يعني أمكان اكشم ديننا بدون الحرس أما كي دني خطر يثمثم في كوا تفضي ولا شامكان مي أدهري ما يسدي الطق إلى آخره مالك الله غالب العلماء قالوا بالجواز قال وأن هذه الصلاة تجزئه ما إلا يون يساد وروطار يفطط الجماعة ولا شمكان داير مانيس ولاش يعني والناس ديغناوا باش هذه غادا الفير بل بدون حرج ولا قاد يخدم الفوضى هذه تسي يون يون خاطئ يخدم الفوضى خاطئ الصال الصال وصلاة مقبولة تجزئك ولا تعد هذه الصلاة تستعوذ على فضلاتك مقبولة إن شاء الله تعالى.